سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز على فلومينينزي البرازيلي. فلومينينزي منافس قوي، ولدينا فرصة للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية. قمت بالتحضير جيدا لتلك المباراة، وسأكون سعيدا حال تحقيق الفوز والوصول للنهائي. قمت بإعداد اللاعبين وحضرت جيدا لمواجهة فلومينينزي، وشاهدت 4 مباريات للمنافس، وأنا أحب كرة القدم البرازيلية وأعشق مشاهدتها منذ الصغر، كما أحب مشاهدة أداء الأندية البرازيلية ومعرفة التقنيات التي يستخدمونها للوصول إلى المستوى الجيد. ديناز مدرب فلومينينزي له طريقة مختلفة وأسلوب خاص، وكل مدرب يسعى لتقديم الأداء الأفضل من أجل الوصول باللاعبين لأفضل مستوى، وهو ما يقوم به المدرب البرازيلي مع فريقه، وأنا مع الأهلي أيضا. عمر اللاعب ليس له علاقة بالأداء، ولاعبو فلومينينزي لديهم خبرات كبيرة ويقدمون أداء مختلفا، لكن الأساس هو الأداء داخل الملعب، سواء كنت شابا أو من عناصر الخبرة. وأنا سعيد للغاية بأنني أمتلك في الأهلي خليطا مميزا بين الخبرة والشباب. كهربا، متى أصيب اللاعب؟ هذه مجرد شائعة، وفي المباراة الأخيرة كان يلعب بشكل جيد، وكل ما يتم تداوله في بعض الأحيان ليس دقيقة. لا أعتبر أن فوزنا على اتحاد جدة سوف يتسبب في ضغوط علينا، حتى حصول اللاعبين على بطاقات صفراء لن يمثل أزمة بالنسبة لأي لاعب. المهم ألا يحدث أي انتقاد للحكم، تلك هي الأمور الخطيرة، لكن من الطبيعي أن يكون اللاعبون لديهم الحذر الكافي لتفادي الحصول على البطاقات الصفراء، وكذلك تفادي المخاطر غير الضرورية داخل الملعب. كنت أتمنى أن يكون لدينا المزيد من الأيام للتحضير للمباراة، سواء لنا كمدربين أو لاعبين، وكان من الأفضل أن يكون هناك فاصل أكثر من 2، ولكننا في النهاية سوف نتعامل مع الأمر الواقع بالشكل المطلوب.